هي 1.1 population. ايا كان هذه population في الجزائر في انجلترا في روسيا في الصين
او كونكوردنس كفايه علشان اقول انهم متفقين على حاجه. كل واحد يطلع في دماغه حاجه بيهتم بيها. في ناس قالوا بقى ده مفيش حاجه اسمها سكيزوفرينيا. سكيزوفرينيا اصلا ده مش ديزيز، وده سين ادابتيشن تو ان انسين سوسايتي. معرفش دول 20 ولا لا لا حلوة. الاسكيزوفرينيا اللي هي اللي بيضرب حتت اماكن كتيره جدا في المخ، اماكن متنازعه، اماكن مختلفه، وان هو ويتميز بحتى كلينيكال سيمتومز. اكيد الدكتور محمد نصر هيقول لكم كلينيكال سيمتومز مالهاش دعوه بقى، مش بوزيتيف مش نيجاتيف مش ما اعرفش ايه، فيعني حاجات حتى فيها كونتروفيرسي. الاسكيزوفرينيا طبعا احنا عارفين السيمتومز اللي هيقولها الدكتور نصر وقد ايه تاثيرها على الشخص، الفانكشناليتي بتاعته سواء في شغله او في حياته او انترا بيرسونال. طبعا احنا بنسمع محاضرات الدكتور عكاشة، انا مش هقدر اقول الاسماء الكثيره اللي هو عارفها انا ما اعرفهاش، لكن السكيزوفرينيا مرات سموها سبليت برين كونديشن. يعني ايام انا كنت في الدكتوراه مش هقول فايه كانوا كانت سبليت برين كونديشن، كانوا ان الناحيه اللي جايه ما تعرفش الناحيه الشمال، هم قالوا لا ده ديسكونكشن سيندروم. هم قالوا لا ده احنا مش هنسميها كده، ده بتعمل ستيجما، هنسميها انتجريشن ديس اوردر، هنسميها سيلينس ديزيز، هنسميها كوبتيف ديسمتري، في اسم تاني شو مش عارفه ايه. الدكتور عكاشة قال انها في الصين سموها حاجه كده اسم غريب انا مش عارفه انطقه. فالسكيزوفرينيا الاسم نفسه بقى اوت ديتد، مش متناسب مع الكلينيكال بروفايل بتاع السكيزوفرينيا. ده في ناس قالوا لا ده ما في، ده السكيزوفرينيا دي مش حاجه لحالها، ده السكيزوفرينيا دي في اوفرلاب بينها وبين البايبولر وبين السكيزو افكتيف، فقد يكون دول مرض ديزيز مرض واحد ولكن بديفرنت اكسبريشن. ففي ناس اللي هم اللامبرز بيسموهم لامبرز اللي بيحبوا يلموا الحاجه مع بعضها، وفي ناس سبليترز بيقولوا لا ده كل حاجه لوحدها. لما نيجي بقى نبتدي في الايتيولوجي بتاع السكيزوفرينيا عايزين نفهمها، ما نقدرش نفهمها بمنظور واحد، ما نقدرش نشوفها من منظور البيولوجي بس، ولا بمنظور السوشيولوجي بس، ولا بمنظور السايكولوجي بس، لازم ننظرها بشكل انتجريتيف، لان مش حاجه واحده هي اللي بتعمل السكيزوفرينيا، دي حاجات مع بعضها. اي نعم صحيح احنا هنهتم بالبيولوجي، ولكن انا ماليش برضه خبره قوي في الاناليسز والحاجات اللي زي كده، زملاء دكتور نصر العيني هم اللي حاطين الحاجات دي فانا مش هعرف اقولها، لكن ههتم بالبيولوجي. لما اجي اتكلم على البيولوجيكال موديل هتكلم عليه من عده اوجه. الوجه الاول من وجه النيورو اناتومي، ايه الاماكن اللي في البرين اللي بتتصاب بالاسكيزوفرينيا، هي اماكن ولا كمان سيركوتس؟ هي اماكن ومال فانكشنينج سيركوتس، يعني في اناتوميكال بارتس وفي سيركوتس شغاله هي اللي بيحصل فيها ديسفانكشن. وهتكلم عليها من وجهه نظر الديستربنسز اللي في او الديسفانكشن اللي في الريسبتورز والديسفانكشن اللي في النيورو ترانسميترز والجين والايميولوجي. لما اجي اتكلم على الاناتومي هلاقي الاسكيزوفرينيا مبرطعه في البرين في حتت كتيره في البرين، اشي كورتيكال واشي سب كورتيكال والسيركوتس اللي بينهم. فهي بالنسبه للكورتيكال الميزو كورتيكال بنلاقي ان ليها دعوه بالكوجنيتيف سيمتومز وبالنيجاتيف سيمتومز، الميزو ليمبيك ليها دعوه بالبوزيتيف سيمتومز، بنلاقي الكوجنيتيف سيمتومز ليها دعوه بالدورسولاترال بريفرونتال كورتكس. وعشان كده احنا بنقول ان السكيزوفرينيا مرض
لطش البرين في اماكن عديده، ويمكن ده هو اللي بيخلي الكلينيكال بروفايل بتاع السكيزوفرينيا في تختلف. ثبتوا ده ازاي؟ يعني ايش عرفهم فعلا ان الكلام ده صح؟ عملوا ام ار اي، عملوا سبكت، عملوا دي تي اي، عملوا البت، فلقوا ان فعلا ان الفرونتال جراي ماتر بدات انها تقل، وسموا ده هايبو فرونتاليتي، يعني ان الفرونتال لوب ما بقتش هي اللي كانت الاول، هايبو فرونتاليتي. ولقوا ان بعض الحاجات زي الدوسو لاترال بريفرونتال كورتكس ولقى فيها يعني فيها بروبلم، ولقوا ان ايه الاكتيفيتي مسوها بالبيت طبعا بالبوسيترون ايميشن توموجرافي، لقوا ان الفانكشن بدات تختلف او تقل. عندنا رسائل كتير جدا سواء على في القصر العيني سواء في اللي هيفتح الريسيرش ويب سايت هيجي يطلع هيلاقي حاجات كثيره جدا على الناس اللي اشتغلوا على السبيك او السي تي او الام ار اي او الدي تي اي في الايه في السكيزوفرينيا، وهتلاقوا ان فعلا مصر عملت انبوت كويس في الموضوع ده. كان رائد الانبوت ده الحقيقه الدكتوره اسيس كابور، هي الرائد بتاع اللي بدات اول واحده هي فكرت في الموضوع ده. التامبر لوب برضه لقوا ان في جراي ماتر نقص في الجراي ماتر في التامبر لوب، ولقوا ان في حاجه احنا نورمالي عندنا الليفت تامبر لوب يعني اعلى في الكثافه منه من الرايت تامبر لوب. هنا في الاسكيزوفرينيا لقوا عكس، لقوا العكس الستركتشر، يعني احنا عندنا نورمالي في اسيمتري في العينين السكيزوفرينيا، اما يختفي الاسيمتري ده يا اما يحصل عكس في السيمتري ده. فاذا في ابنورماليتي في الديجيتال تامبر لوب، وده اللي بيفسر ان في كوجنيتيف امبيرمنت في شكل ميموري امبيرمنت للعيانين اللي عندهم سكيزوفرينيا. الليبك لوب الهيبوكامبس الهيبوثالامس الأميجدالا كل دول بيحصل فيهم تغييرات في الفوليوم بتاعهم سواء بيزيد او بيقل، فبعض الحاجات الأميجدالا بيزيد الفوليوم بتاعهم وحاجات تانية بيقل الفوليوم بتاعهم. البيزال جانجليا قالوا البيزال جانجليا السايز بتاعها بيزيد ليه؟ قالوا من الأدوية اللي انتوا بتدوها الأنتيدوبينرجيك بالعكس هي اللي بتزود السايز ده، فما نقدرش نعتمد على دول. السيريبيلم في السيريبيلم بقى ده مهم جدا، السيريبيلم بيحصل فيه تشينجز في السيريبيلم، وهي دي عشان كده سموا السكيزوفرينيا انها كوجنيتيف ديسماتريا زي الديسماتريا اللي هي بتاعت السيريبيلم. الكوربس كالوزم بقى كلام كتير قوي، في ناس يعني زي دكتور محمد غانم عندنا لقى ان الكوربس كالوزم فيك، في ناس لقوه ثن، فقالوا ان في بعض الناس قالوا ثيك فما بيخليش المعلومات اللي الناحيه اليمين تخش على الناحيه الشمال فبيحصل ديسكونكشن، وفي ناس بيقولوا انه ثين يسيح الحاجات على بعضها والشخص ما بيعرفش يختار. زمان ايامي انا لما كنت في الماجستير ايامي انا ما كانش في ماجستير، كان في دبلوم الامراض النفسيه منتسخ الماجستير طبعا لانه اصغر مني بكتير. كان عندنا اللي يقول لك ان العين في السكيزوفرينيا ده ريتيكولار فورميشن، الريتيكولار فورميشن دي عامله زي المنخ، فيقول لك المنخ والبيوم سعالي فايه فكل الانفورميشن تروح للبرين، البرين يحتاس ما يعرفش يختار. دي كانت ايامها النظريه بتاعت السكيزوفرينيا عندنا، وعشان كده كان بيقولوا ان الريتيكولار فورميشن دي بتاعت الاتنشن، فيكونوا بيقولوا ايه السكيزوفرينيا ده ديس اوردر اوف اتنشن. طبعا العلم بيتغير كل شويه والسنوات الطويله دي كلها بتخلي المعلومات تختلف. الكورباس كالوزم قالوا ان هو سبب الانتر هيمسفيريكال ديسكونكشن، وان هو بيلخبط الترانسفير اوف انفورميشن من الناحيه الشمال والناحيه اليمين، وحصل زمن طويل قوي يقولوا ان السكيزوفرينيا از سبليت برين كونديشن، ولكن طبعا الموضوع ده ما بقاش حقيقي دلوقتي لان كل حاجه فيها ديسكونكشن. عرفوه ازاي؟
من المشروع بتاع الكونكتوم. جابوا قالوا ايه؟ ان في لاتراليتي، ان السكيزوفرينيا ده مرض بيصيب الليفت سايد اوف ذا برين، في حين الدبرشن بيصيب الرايت سايد اوف ذا برين. فقالوا ان في فعلا لاتراليتي، يعني ان هو الجانب الايسر هو اللي بيبقى متاثر. تاني حاجه ان البرين من كتر ما بيحصل اتروفي في الخلايا ابوبتوزس بتوسع الفنتريكلز. فوجدوا فعلا ان العيانين سواء كانوا اتعالجوا او ما اتعالجوش عندهم وايد فنتريكلز. نيجي بقى خلصنا نيورو اناتومي وخلصنا السيركوس. السيركوس دي اللي هي كورتيكو سلامو استرياتو سلامو كورتيكال، هي دي اللي بيبقى فيها الديسفانكشن زيهم زي الاو سي دي، عندهم نفس الديسفانكشن في السيركوس. لما نيجي نتكلم على السيركوس عندنا بقى مجموعه من السيركوس، الدوبامين هتكلم عليه بالتفصيل، النور ادرينالين، الماسكارينيك نيكوتينيك، الجلوتاميت، السيجما ريسبتور، سيجما عشان كده احنا ساعات بنكتب الفلوفوكسامين في العيانين اللي عاملهم سكيزوفرينيا ديبرشن زي ما الدكتور حالي هيقول. والكانابينويد الموضه بقى، الموضه دلوقتي هي الاندوكانابينويد، ولاحظتهم لان الناس اللي بياخدوا حشيش او بياخدوا اشباه الحشيش اللي هو زي الفودو ستروكس بيجيلهم سايكوزس، فقالوا ده الاندوكانابينويد كانابينويد 1 وكانابينويد 2 ريسبتورز، وبداوا يشتغلوا في الموضوع ده، بس انا مش هقوله بالتفصيل عشان الناس ما يقوليش انت بتشجعي ده. لما نيجي بقى الدوبامين ريسبتورز، احنا عندنا 5 دوبامين ريسبتورز، عندنا 2 فاميليز، فاميلي بتاعت الجي 2 ريسبتور معاها الدي 3 والدي 4، الجي 2 والدي 3 والجي 4، دول موجودين فين؟ في الميزو ليمبيك سيركت، موجودين يعني ابيدنت يعني كتير في الحته دي. واحنا عارفين ان السكيزوفرينيا نتيجه الهايبر اكتيفيتي في الدوبامينرجيك نيورونز دول، وبعدين في السيركت اللي هو بتاع الميزو ليمبيك. احنا عندنا ادويه بتشتغل على الدي 2 والدي 4، ودي مميزه مختلفه عن بقيه الادويه زي كلوزابين. كلوزابين ليه بينفع؟ قد يكون ليه بينفع في الريزيستنت عشان دي 2 دي 4. وبعدين عندنا ادويه زي الانسولفرايد بتشتغل على الدي 2 دي 3، عشان كده هو يعني له افكتيفيتي مختلفه عن بقيه الادويه. الحاجه الحلوه في الدي 2 ان هو اي دواء بيعمل انتاجونيزم للدي 2 هيعمل ايه؟ هيصلح السايكوليك سيستم. ولكن الباد بقى ان هو هيعمل دي بي اس. الجي 1 الجي 1 ريسبتورز دي موجوده مينلي في الكورتكس، ولكن مفيش دواء غيرت النهارده له دعوه بالدي 1 نهائيا. الدي 1 ليها دعوه بالكوجنيتيف فانكشن، ليها دعوه بالنيجاتيف سيمبتومز. ما عندناش دواء اصلا يشتغل على الدي 1 ولا قريبته الدي 5، يعني لا الدي 1 ولا الدي 5 في ادويه، ولكن الادويه اللي موجوده في البايب لاينز اللي هتصلح فيما بعد يا رب النيجاتيف سيمتومز والبوزيتيف سيمتومز ليها دخل بانها بتعمل ستيميليشن من دي 1 للدي 5، لكن لغايه دلوقتي مفيش شيء. نيجي للسيروتونين، السيروتونين ده بقى ايه؟ انا بيتهيألي ده السيروتونين هو النيورو ترانسميتر الرئيسي عندنا، لان السيروتونين له دعوه بالدوبامين، وله دعوه بالنورادرينالين، وله دعوه بالجلوتامين، ليه دعوه بحاجات كثيره جدا. فلو نيجي نقول 5HT1A، اي دواء بيشتغل 5HT1A هيبقى انتي ريبريسنت زي الفورتشيبسيتين. فاي بيشتغل على 5HT1A لازم يكون انتي ريبريسنت. فاحنا عندنا في بعض ادويه بتشتغل على 5HT1A وهي انتي سايكوليكس، فمعنى كده انها تعمل ايه؟ هتصلح المود سيمتومز اللي بيبقى مع السكيزوفرينيا. ال 5HT2A كلكم عارفينه اللي موجود برضو في الميزوكورتيكال، ال 5HT1A ريسبتورز دي اللي انا بديها الدواء اللي هم الاتيبيكال انتي سايكوليكس، ام هتحل اللغز بتاع السكيزوفرينيا، هتبلوك الدوبامين تحت
وهتسمح للدوبامين انه ينساب فوق، لانها انا ما بدي بلوكر لل 5-HT2A اكني ببوظ الحنفيه اللي كانت قافله على الدوبامين، فبينساب في كورتكس وبيصلح النيجاتيف والكوجنيتيف سيجنالز. ولكن ال 5-HT2C له دعوه بالاجيتيشن. فاكرين الفلوكسيتين؟ فلوكسيتين الناس لما بتاخده ممكن يحصل له شويه اجيتيشن، ليه؟ لان بيحصل ستيميليشن لل 5-HT2C ال 5-HT3 فبيعمل اجيتيشن. الراجل اللي قتل كهانا، كهانا ده كان احد اسمه ايه؟ احراب ولا اسمه ايه؟ الشيوخ بتوع اليهود اسمه ايه؟ احبار. واحد احبار اليهود في امريكا، والواد اللي ضربه ده مصري، فكان اما المحامي بتاعه حب يدافع عنه قال ده كان بياخد فلوكسيتين، وبالتالي زاد الاجريشن عنده عشان الستيميليشن بتاع 5-HT3، وهو مش مسؤول على انه موت الراجل. قامت شركة ميلي وما تهددش ورشوا المحامي، والمحامي انسحب من القضية علشان طبعا هتبقى مصيبة لو ان ايه ان الانزاع وما موتوش طبعا ما عندهمش اعدام في هناك. ال 5-HT6 له دعوة بالماسكارينيك ريسبتور، وبالتالي له دعوة بالكوجنيشن، وال 5-HT7 برضه له دعوة بالكوجنيشن. وعندهم دواء هتكلم عليه، اصلا مين اللي هيتكلم عن دواء؟ السيردولكت بيشتغل على 5-HT6 وال 5-HT7. نيجي الايه الالفا الادرينرجيك ريسبتور. الالف الادرينرجيك ريسبتور انا اللي عارفاهم اثنين، لكن طارق اسعد عارف يجي 500، انا ما اعرفهمش. فالالفا ادرينرجيك ريسبتور اللي انا اعرفهم هي الالفا 1 اللي ايه الالفا 2 ايه اللي ممكن يكون ليها دعوه بالكوجنيشن، والالفا 1 اللي بتعمل بزنس هاي بوتنشال. الهيستامينرجيك ريسبتور ليها دعوه، انت بتاخد انتي هيستامينك ايه؟ بيقول لك ما تسوقش، بيأثر على الكوجنيتيف امباورمنت. انتي هيستامينك، اذا الهيستامين بيحسن الكوجنيشن، يبقى الهيستامين بس ما فيش دواء لغايه دلوقتي ممكن ان هو نعرفه ان هو بيشتغل قوي على الهيستامين غير الدواء اللي بتبقى بس انتي هيستامين. مش فاكرها دلوقتي، اللي بيدوه للنكولبسي شركة مصري عندها. لا ايوه صح، المودافينيل بس برافا ماكس. برافا ماكس، ايوه برافا ماكس، ده هو الدواء اللي بيشتغل عليه. الماسكارينيك ريسبتور والكانابينويد ريسبتور والفيتامين ريسبتور، كل دول ليهم ليهم رول في الايه في ما اقدرش اقول ايتيولوجي، اصل انا ما عنديش معرفه مين اللي ابتدى، الريسبتور اللي باظت الاول ولا النيورو ترانسميتر اللي قلت الاول ولا الريسبتور اللي باظت، انا مش عارفه مين اللي ابتدى، محدش يعرف مين اللي ابتدى، فين البيضه وفين الفرخه، محدش يعرف. فدي حاجات مع الاسكيزوفرينيا، لكن مين السبب؟ الله اعلم. لما اجي مش بس الريسبتورز، هو حقيقه النيوروكيميكال ديسفانكشن، يعني الدوبامين، هو الدوبامين ده نتيجه للبلوكينج او الاستيميليشن بتاع الدوبامينرجيك ريسبتور. النور ادرينالين، الاسيتايل كولين، دول اللي هم الليجنز بتوع الريسبتورز اللي احنا اتكلمنا عليهم، ما عدا السيجما ريسبتور ملهاش ليجند، لقيطه ملهاش ليجندز. وفي جروس فاكتور وفي نيورو فاكتور. لما احب اجي افسر طب السايكوتيك سيمبتومز دي حصلت ازاي؟ المثل ان الدوبامينرجيك نيورونز دوبامين 2 ريسبتورز حصل فيها اكتيفيشن، او ان الدوبامين نفسه زاد. مفيش بقى عندي حاجه تقول ان الدوبامين زاد، مفيش، لكن في اكتيفيشن في السيل كولتشر الميزو ليمبيك سيل. الانتي سواء بقى الميزو ليمبيك سيركوت دي حصل فيها اكتيفيتي نتيجه للسكيزوفرينيا، نتيجه للسايكوتيك سيمتومز الموجوده مع الدبريشن، نتيجه للسايكوتيك سيمتومز اللي مع الديمنشيا، نتيجه للسايكوتيك سيمتومز مع العيال الاطفال الامراض بتاعت الاطفال،
الاطفال. يعني السايكوليك سيمتومز دي موجوده في حاجات كتيره. اذا السيمتومز دي بتبوظ بسبب حاجات كتيره، ولذلك الادويه ما هياش اسمها انتي سكيزوفرينيا، اسمها انتي سايكوليكس، لانها ليها دعوه بالسايكوتيك سيمتومز ايما اي مهما كان مهما كان الايه السبب بتاعها. قد يكون من رينال امبيرمنت، قد يكون من هيباتيك سيل فيلير، فاي اكتيفيتي هنا. الدواء اللي هديه انا انتي سايكوتيك هيعمل ايه في الهلومه دي؟ هيبلوك الريسبتورز، ولو عملناها بلوكينج قوي 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 هيحصل اي دي اس. لو كان حنين شويه يبقى نص نص، لو كان لوس خالص مش هيحصل مش هيحصل اي دي اس. الديفيسيت سيمتومز، والحقيقه انا بحب، انا اتعلمت من الدكتور فيكتور ثاني حاجه مهمه جدا، ما يحبش يقول ابدا بوزيتيف سيمتومز، ولا يحب يقول ابدا نيجاتيف سيمتومز، وليه حق، لان ليه حق. لو قلت انها بوزيتيف ونيجاتيف، فاهل عيال مثلا هقول له والله ابنك يا عم عنده اعراض ايجابيه، يقول لي ما شاء الله اعراض ايجابيه ما شاء الله، فيبقى ما هياش كلمه معبره انها بوزيتيف فعلا. فاذا هو الاحسن ان احنا نقول سايكوتيك وديفيسيت بدل بوزيتيف ونيجاتيف. فالديفيسيت سيمتومز قد تكون برايمري قد تكون سيكندري. ما فيش دواء لغايه النهارده بيعالج البرايمري نيجاتيف سيمتومز. احنا بنعالج السكندري نيجاتيف سيمتومز اللي بتبقى سكندري البرايمري، سكندري الاي بي اس، سكندري الافكتيف سيمتومز، بنعالج السكندري نيجاتيف سيمتومز. لكن برايمري ما فيش. مهما يقولوا لي هو الدواء بتاعهم ايه؟ فدي السبب بتاعها ان بيكون الميزوكورتيكال فيها حاجتين، يا اما ال 5 اتش تي 2 اي نشط قوي فقافل على الدوبامين، يا اما الدوبامين 1 مش موجود. يعني السببين موجودين. الكوجنيتيف سيمتومز ملهاش علاقه. كوجنيتيف سيمتومز دي نتيجه رصه، شايفين كل الرصه السوداء دي؟ بتعمل ازاي؟ كده؟ كل ده له دعوه بالكوجنيتيف فانكشنز. مفيش دواء النهارده بيصلح الكوجنيتيف فانكشن، بس في دواء كل الادويه بتبريزرف الكوجنيتيف فانكشن، تلحق العيان بدري بدري فتبريزرف الكوجنيتيف فانكشن. يبقى ادويه بتعمل بريزرفيشن للكوجنيتيف فانكشن وليس تصليح للكوجنيتيف فانكشن. الجينيتكس بقى ما اعرفش اتكلم فيها، لكن عايز اقول ان عدد الجينز بقى مش هتصدقوه. شايفين قد ايه؟ كل دي جينز ليها دعوه. ده بقى ده كان سنه كام؟ 2011. تخيلوا بقى من 2011 ل 2018 زاد عليهم ايه؟ بقوا 100. بقوا 100؟ 100 جين. 100 جين. وبعدين الجين انفايرمنتال انتر اكشن ده مهم جدا، فالجين ده لازم انفايرمنت يطلعه. وده بقى طبعا انتوا عارفين القرايب بيحصل فيهم ايه؟ الاميون، انا عارفه ان اخدت وقت هخلص خالص. الاميون سيستميك ديسفانكشن، قالوا ان في ناس اللي بتولدوا في الشتاء، كم واحد اتولد في الشتاء منهم؟ محدش هيقدر يقول. ماشي، ان هم الميتر بيرسونز بيصابوا بالسكيزوفرينيا اكتر من الفيروس. وقالوا اصل دي انفلونزا الام خدتها وفيروس دخل معرفش ايه، الله اعلم من الحاجات دي. زائد قالوا مره توكسوبلازموزز، مره قالوا ايه؟ مره قالوا ان ده اوتو اميون ديزيز، وعالجوا ريزيستنس سكيزوفرينيا بال بتاع ده الكتروفوريسيس، حاجات كده. لكن احنا عندنا بحث فعلا ما عملتش الدكتور نجلاء من زمان. هذا البحث كان بتدي انتيجين للعينين بتوع السكيزوفرينيا، ولقيت ان ما عندهمش ويني. يعني هي ادت العاديين انتيجين فعمل لهم حمار وبتاع كده، عارفين زي البي سي جي، والتاني ما عملش. ايه السبب؟ ما نعرفش. الكونكتيفيتي ده المشروع الجديد بتاع كونكتوم، انهم بيشوفوا ان المساله هي ديسفانكشنال كونكتيفيتي وستراكشرال كونكتيفيتي، يا اما الكونكشن بايظه يا اما الفانكشن هي اللي بايظه. ودي بقى الصور الجميله دي طارق عكشه بيحبها قوي. ده بقى عارفين المراتب دي، المرتبه دي تقسم كده قد ايه؟
قد ايه؟ فبيلاقوا البيشنس بتوع السكيزوفرينيا الكونكشنز بتاعتهم قليله، انعياش زي ما شايفين النورمال، شايفين الكونكشن هنا وشايفين هنا الكونكشن مسخوطه قد ايه؟ فادت الى ان المرتبه دي تقل. ده بقى طبعا ده الموديل اللي بيحاولوا يفسروا بيه السكيزوفرينيا، ان هو عباره عن كلها يعني استعداد وراثي، ده بالاضافه لكل الديسفشن اللي احنا قلناه. لكن في نظريتين، هل السكيزوفرينيا حاجه ديفلوبمنتال ولا حاجه ديجنريتيف؟ انا احب انها تكون ديجنريتيف لان انا بحب كراكلين قوي، وكراكلين بيدي امل يقول لك ان هو ان السكيزوفرينيا دي حاجه ديجنريتيف، فايه وعشان كده هو سماها ديمنشن بريبورس. بس انا لو حولت بدري بدري بدري، يا اما اعمل ريفرس للديجنريشن ده الله اعلم، او ان انا امنع زيادته، فاذا في امل. اما فاينبرجر ده، فاينبرجر ده قال لك لا، ده هو الشخص موجود كده من يوم والكوجنيتيف سيمتومز دي كانت عنده من الاول، وهيفضل طول عمره عنده كوجنيتيف مش عارف ايه، ومهما اديته اي حاجه مش هينفع. فانا انا احب دايما الامل، عشان كده انا بحب كرابلن واحب اقول انها ديجنريتيف بروسس. لكن خناقه ما زالت موجوده. نيجي بقى السوشيال فاكتور اللي حضراتكم تعرفوه اكتر مني، سوشيال دريفت مش عارفه ايه، ليه السكيزوفرينيا اكتر في اللو ايكونوميك عشان حصل دريفت، انهم ايه يعني مستواهم قل وعائلاتهم قلت فبقى في السوشيال ايكونوميك، والسايكولوجيكال سايكو دايناميك اللي برضه انا ما اعرفوش، ريجريشن ونارسيسيزم وحاجات ما فهمش فيها، او الدبل بايند سيري ان الاب يقول كلمه الام تقول كلمه، او ان الام هي الرئيسه اللي في البيت والراجل هو شرطه الخط، يعني حاجات دي برضو حاجات برضو لازم نعرفها لانها بتبقى اخر حاجه بقى الاي اي فاميليز. وده بحث عمله استاذنا الدكتور احمد عكاشه مع الله يرحمه الاستاذ الدكتور احمد العقباوي في اكاديميه في قناه السويس، وعملوا بحث عن الاكسبريسد ايموشن في الفاميليز عندنا الاوفر انفولفمنت، ولقى انها ليها تاثير في الموضوع بتاع السكيزوفرينيا، عشان كده كانوا بيقولوا بس لقى حاجات مختلفه عن بره شويه. الكونتروفيرسي في السكيزوفرينيا كمان في الدايجنوسس، يعني في الدي اس ام 4 والاي سي دي 10 اللي ناس كتير قوي بتحب تستخدم الاي سي دي 10، هم قسموها كاتاتونيا وديس اورجانايز وبارانويد وما اعرف ايه ونزيد، لكن العلماء بتوع الامريكان قالوا لا، ما هو العيان ده مره ممكن يكون عنده اعراض بوزيتيف مثلا بارانويد وفي اخر حياته تبقى نيجاتيف، فازاي ان هو المرض بيقدر اشخصه في اول حياته انه بارانويد وفي اخر حياته اندفرشيت مثلا او ريزيد، ما ينفعش. فعشان كده عملوا الايه الجي اس ام 5 ان هو لغى التقسيمات بحجه ان في لونجتيدنال هيتروجينيستي، يعني الونج الزمن السيمتومز بتاعت السكيزوفرينيا بتختلف. احنا دي اخر يعني احنا ليه بنحب ليه دكتور هاني اتوصى قوي بالابيديميولوجي والباثوفيسيولوجي، مهمه جدا، ادي المعلومات اللي احنا نعرفها قصيره جدا. اذا الباب مفتوح للابحاث اللي هتشوف البريفلنس في مصر قد ايه، الباثوفيسيولوجي نقدر نعرف، كل ما عرفنا الابيديميولوجي كل ما قدرنا نعرف الايتيولوجي، كل ما قدرنا ان احنا نفهم تو اندرستاند السكيزوفرينيا اكتر، كل ما كان نقدر نعمل لها بريفنتيف بروجرام او ايرلي انترفنشنال بروجرام، او نخلي شركات الادويه تديفلوب نيو دراجز علشان النيو دراجز تقدر تلم اعراض السكيزوفرينيا دي كلها. وشكرا لكم. Thank you.